أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الوطن، سنكون معكم من الآن وعلى مدار 30 دقيقة. أهم العناوين في المملكة اليوم: الإعلان عن مطارين جديدين في الطائف والقنفذة، باعة السجون يرفعون أسعار السلع الاستهلاكية 100%، السجن لموظفي بنك سحبوا 6,600,000 من حساب مواطنة. أما مواضيع الوطن لهذا اليوم فهي كالتالي: ثلاثة يعتدون على معلم بمدرسة شرق مكة والشرطة تضبط أحدهم، الفافتا يسعفن 62,000 في الحرم المكي، اختتام مسابقة الأفلام القصيرة في دورتها الأولى بالرياض. صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز السامر بشرطة محافظة جدة باشر أمس التحقيق في حادثة اعتداء بالضرب من قبل 3 أشخاص على أحد المعلمين داخل إحدى المدارس شرق المحافظة، مما نتج عنه إصابته بإصابات بسيطة نقل على إثرها للمستشفى وغادر بعد تلقي العلاج اللازم. وأضاف أنه تم ضبط أحد المتهمين والتعرف على الآخرين، وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص بعد استكمال إجراءات الضبط الجنائي. وكان 3 أشخاص قد اعتدوا على أحد المعلمين ظهر أمس الأربعاء بإحدى المدارس بحي بريمان، وقد أصيب المعلم بكدمات بسيطة نقل على إثرها للمستشفى، فيما باشرت الشرطة في التحقيق في الحادثة. معنا من جدة الدكتورة سميرة الغامدي، اختصاصية نفسية وعضو جمعية حماية الأسرة الخيرية. إذا أهلا بك يا دكتورة معنا. بداية، ما تفسيرك لظاهرة الاعتداء على المعلمين؟ لماذا باتت الظاهرة منتشرة؟ يسعد مساكي ومساء المشاهدين. بداية، العنف بكل أشكاله والاعتداءات غير مقبولة وغير مبررة. لماذا انتشرت في الفترة الأخيرة؟ لأنه في إعلام، لأنه صار في رصد، صار في توثيق. يعني العنف كأي قضية موجودة أصلا منذ الأزل. الاعتداء على المعلمين كان موجود، ما أقدر أقول لك بنفس النسبة لأنه ما عندي إحصائيات وأرقام، ولكن ظهر الآن مش لأنه ظاهرة، ظهر أو بان أكثر لأنه صار في تسليط ضوء عليه، صار في ناس بتطول، صار في ناس بتبلغ، صار في ناس عندها وعي أكثر أنه هذا غير مقبول، صار في قوانين تحكم هذه القضية، عشان كذا أصبح كنا نسمع عنها. يعني كان موجود من اول بس ما كنا نسمع، الان طبعا مع السوشيال ميديا بنسمع عن كل هذه القضايا انه تايم زي ما يقولوا، بيصير فيها اجراء. نعم، بما انك ذكرتي يعني القوانين، كيف يتم التعامل مع المعتدين من الناحيه النفسيه؟ طيب خليني اتكلم في الاول، الناحيه النفسيه في اي شيء وارده، ولكن الاضطراب الشخصيه والخلل النفسي لا يمنع من العقاب، خصوصا الناس اللي عندهم انتي سوشيال او مضادين للمجتمع او زي كذا، اللي هم المضطربين شخصيه، لما يقوموا باجراء سلبي او غير صحيح، كون انهم بيعانوا من الاضطراب ده، هذا لا يقلل من مسؤوليتهم، يعني هم ما هم فاقدين الاهليه. وبيعاقب وبيتخذ عليهم الاجراء بناء على القوانين الموجوده في الدوله، يعني القوانين اللي بتحجم الهجوم او الاعتداء على اي شخص باي صوره. يعني في قوانين على الاعتداء بصفه عامه، قوانين بعد كده مفصله للأسرة، للشركاء، للمعلمين، ولكن في الأساس القوانين واضحة. الاعتداء بدون وجه حق أكيد في عقاب، كون إنه يعاني من خلل في شخصيته أو في سلوكه هذا موضوع آخر، مع العقاب يعالج، ياخذ برنامج علاجي أو يتعامل له برنامج. في بعض القضاء أو بعض القضايا يحكم فيها مثلا بالوقت المستقطع، إنه يروح يشتغل عمل تطوعي في مكان معين يقدم خدمة مجتمع، وهذه الخدمة المجتمع تكون بديل عشان تعلمه، عشان تهذب له سلوكه وتعدل له سلوكه. ولكن هذا يعتمد على مستوى الاعتداء اللي حصل، درجته ودرجة الاضطراب اللي عند الشخص، هل هو متكرر أول مرة، هل يحتاج تقييم نفسي فعلا ولا ما يحتاج، هل هو بيستخدم الاضطراب النفسي كعلاقة يعني أو مبرر عشان يعني يتخلص من العقاب. في اجراءات طويله عشان يصل لهذا الحل. نعم. طيب هل هذه القوانين المعتمده لمثل هذه الحالات قادره على حمايه طبعاً المعلمين المعتدى عليهم في مثل هذه الاعتداءات؟ خليني اقول انه كل الانظمه في المملكه
لا تقبل الاعتداء بأي صورة زي ما قلت من شوية، وطبعا قادرة على حماية المعلمين. ولكن مهم جدا أن نعرف أنه في شيء اسمه حق خاص، وأكيد المحامين أحسن مني في الكلام ده، في حق عام. فيعني أنت حتى لو تنازلتي عن في حق الحكومة تاخده، في حق أنت لازم تدافعي عنه وتاخديه. فلما يجي واحد يقول لك أنا تنازلت لوجه الله، أيوه طبعا كلنا نتنازل لوجه الله، ولكن خلي بالك أنه مش دائما التنازل في مصلحة المعتدي. يعني أحيانا التنازل أنت بتخليه يكرر العملية، وحيلاقي ناس يبرروا له ويتنازلوا، لكن العقاب حيخليه يتحجم ويتعلم. فلا طبعا موجودة القوانين ومعروفة، وسواء القوانين الخاصة بالعنف والإيذاء أو سواء القوانين بصفة عامة. نعم، إذا الدكتورة سميرة الغامدي، أنا أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا من جدة، اختصاصية نفسية وعضو جمعية حماية الأسرة الخيرية، شكرا. تبقى تجربة الفتاة السعودية في التطوع بمواسم الحج والعمرة نموذجا ملهما للكثير، ففي الحج الماضي أكمل فريق تطوعي نسائي عامه 13، وجاءت الفكرة من الدكتورة أسماء محمد الرفاعي التي تعمل استشارية في طب الأسرة بمستشفيات الحرس الوطني، بعد أن أظهر الواقع حاجة ملحة لوجود فرق ميدانية نسائية مؤهلة داخل مصليات النساء لإسعاف أي حالة في أسرع وقت ممكن. انطلق الفريق التطوعي الذي بدأ بالتشكل ب30 متطوعة في موسم رمضان تحت اسم فريق رفيدة، ليكون واحدا من أوائل الفرق النسائية التطوعية في الحرم. وقالت رئيسة فريق زبيدة الدكتور أبرار العدروس إن فريقها قدم الخدمة العلاجية والإسعافية لأكثر من 62 ألف مستفيد من ضيوف الرحمن في الحرم المكي خلال الأعوام الماضية، مضيفة أن عدد متطوعاته التراكمي بلغ ما يقارب 1000 متطوعة من مختلف التخصصات الصحية. ومعنا من جدة الدكتورة إيناس سندي، نائبة رئيسة اللجان التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة. أهلا بك دكتورة معنا، بداية حدثينا عن هذا النموذج التطوعي أكثر. في البداية أحب أشكرك على إتاحة الفرصة لي، وأحب أرحب فيك وأستاذ المستمعين. حابة أكلمك أول شيء عن بدايتنا. زي ما ذكرتي احنا بدأنا من 13 سنة تقريبا، بدأنا تقديم خدمات الإسعافية للزوار المسجد الحرام في موسم رمضان والحج. بدأنا بفريق مصغر من 30 متطوع فقط، والآن وصل عدد تراكمي ما شاء الله المتطوعات حوالي 2000 متطوعة. نعم جيد، يعني هل يمكن القول أن تجربة الفتاة السعودية في التطوع هي في ارتفاع مستمر؟ الحمد لله، شهد الفريق تغيرات كثيرة وزاد عدد المتطوعات، وهذا يدل على نجاح التطوع الحمد لله في بلدنا. نعم، طب يعني إلى ماذا تعزين السبب في ذلك، إلى ارتفاع عدد المتطوعات؟ زيادة وعي المجتمع بأهمية التطوع، بفائدة التطوع، بشغل مهارات الشباب، بشغل خبراتهم في حاجة تنمي بلدهم. هذا كله أثر على إنتاجيتنا في العمل التطوعي. نعم، طب من ناحية أخرى، إلى أي مدى الفتاة السعودية تجد الآن الدعم من يعني أكثر من أي وقت مضى؟ الحمد لله، يعني حكومتنا ما صعبت لنا شيء، بالعكس يعني كانت دائما واقفة معنا من صغرنا، من دراستنا كانت واقفة مع الفتاة السعودية أنها تكمل وتدرس وتشتغل في المجالات اللي تنمي بلدها. كانت هي فقط متطلبات عمل، ما هي معيقات الحمد لله. متطلبات العمل في أي مجال، موافقة ولي الأمر، الالتزام بقوانين العمل وغيرها. نعم، طب هل هناك مبادرات جديدة مثلا من الحكومة لحث الفتيات على التطوع أكثر؟
صار في بعض الجامعات كإلزامي أو كنشاط لا صفي، وصار له مميزات للطالب اللي عنده شهادات مثلا في التطوع أو مشارك في حملات، صارت لها نقاط حتى في التقديم على الوظائف. نعم. طيب هل ترين أن مثل هذه المشاركات تنمي هذه الظاهرة أكثر في المجتمع وتفرض مكانة خاصة للمرأة؟ الحمد لله مكانة المرأة محفوظة من عهد الرسول، كانت مشاركة في مجال التطوع، في الصحة، في كذا مكان. أكيد يعني التطوع بيزيد تنمية المجتمع وبيشغل وقت الفراغ للشباب. نعم. طيب ما هي الخطوات برأيك التالية التي يمكن اتخاذها لتشجيع الفتيات للانخراط في العمل التطوعي؟ زيادة فرص المجالات، زيادة فرص التطوع في مختلف المجالات، ممكن يزيد أو يرغب الشباب والفتيات في هذه المرحلة أنهم يتطوعوا. ممكن زيادة مميزات أو شهادات أو كلها نعم. ممكن تزيد. أيوه تشاهد. نعم، أنا أشكرك على هذه المداخلة. كنت معنا من جدة الدكتورة إيناس سندي، نائبة رئيسة اللجان التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى فقرة تغريدات موجز الأخبار لهذا اليوم، واخترنا لكم فيها: أمير منطقة الرياض يفتتح مبنى العيادات التخصصية بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي الأحد المقبل. تعليم صبيا، شكلنا لجنة برئاسة مدير التعليم للتحقيق في مقطع مديرة تخرج طالبات بدون عباءة. مدني خميس نشيط يغلق 11 مستودعا مخالفا لاشتراطات ومتطلبات السلامة بعد الوقوف عليها ميدانيا. وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمنطقة نجران. فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. شهدت العاصمة السعودية الرياض اختتام فعاليات مسابقة الأفلام القصيرة التي استقطبت المبدعين الهواة لتقدمهم من خلال هذه المنصة للجمهور المتخصص والعام، وتحفز المسار الإبداعي الذي انتهجوه ليضم أسماء واعدة في صناعة الفيلم القصير المميز بنكهة سعودية خليجية تحاكي الواقع وتبدع في طرحها وتلامس اهتمامات الجمهور الذوق. اختتمت مسابقة الأفلام القصيرة في دورتها الأولى التي شارك فيها ما يقارب 75 فيلما وأكثر ما بين أفلام وثائقية وروائية. محمد الهليل أحد أصغر الموهوبين ومن بين الخمس المرشحين للنهائيات بعد تصفيات الأخيرة يروي لنا تجربته. البداية كانت من سن مبكر، كانت البداية في كتابة الأفلام سن 13 سنة تقريبا، أما البداية في صنع الأفلام كانت من سن 14 سنة. كانت البداية صعبة أكيد لأنه كانت الكاميرات مو متوفرة مثل توفرها الآن، أيضا ما كان في التشجيع القوي اللي يساعد على البدء في صناعة الأفلام، لكن الحمد لله بديت فيه من كان عمري 14 سنة تقريبا في صنع أول فيلم، وهو فيلم فارس، فيلم لم يعرض للجمهور ولكني استفدت منه الكثير. وكان تسجيل الأفلام بالمسابقة قد انطلق منذ شهرين، وشارك فيه العديد من المخرجين المهتمين في مجال الصناعة الفيلمية السعودية، وتضمن الحفل كلمة لمدير المسابقة، كما تضمن كلمة لجنة التحكيم وإعلان جوائز المسابقة. اليوم احنا اعتقد انه يعني ثقافة الشباب عندنا بالذات، شوفهم في المهرجانات الخارجية، يعني بالذات اللي عندهم صناع الافلام مواهب في المملكة العربية السعودية اصبحوا يشاركون في مهرجانات دولية ويحققوا منجز، فبالتالي شيء رائع وجميل ان ننقل هذا المنجز الى المكان المحلي، وبالتالي يكون هناك تفاعل بالنسبة للافلام القصيرة، وهذه احدى الرسالات حقت اللي نقدمها من ضمن روزانا وعدد كبير من البرامج اللي تقدم في المركز. وهو طبعا بشكل عام خمسة افلام مرشحة، طبعا لنا الحين قبل فما نحرق، خمسة افلام مرشحة وثائقية وخمسة افلام مرشحة روائية. ابرز الافلام حقيقة اسماء يعني رائعة جدا من مواهب من الشباب، سواء في الاخراج وفي التمثيل وفي الافكار. على فكرة احنا اليوم رغم ان كنا نقول في العالم العربي بشكل كامل يعاني من مشكلة في موضوع ازمة نصوص،
أعتقد في وجود مثل هذه الأفكار ما شاء الله المتنوعة، تناقش قضايا اجتماعية، قضايا رائعة، قضايا مجتمع، قضايا أيضا وطنية. من ضمن الأفلام المشاركة أيضا عندنا فيلم خاص للوطن حقيقة وشيء رائع وجميل اسمه جهود الأمن، أيضا أصرح عنه فيلم رائع، لأنه أيضا حصل على جائزة يعني تقديرية أتكلم عن من قبل لجنة التحكيم. فما شاء الله تبارك الله أشوف فيه مواهب رائعة تهدف من خلالها إلى تقديم الارتقاء بالأعمال الإبداعية والفنية واحتضان المبدعين وتطوير مواهبهم داخل المملكة بما يخدم مختلف أنواع الفنون. مريم محمد، الرياض. ينضم إلينا من الرياض أستاذ خالد الباز مدير مسابقة الأفلام القصيرة. أهلا بك أستاذ خالد معنا. بداية يعني حدثنا عن هذه المسابقة أكثر، عن بداياتها، إلى أين وصلت اليوم؟ مساء الخير، يعطيكم العافية. حقيقة أنا وش إنه يعني كنا قبل نقول متى تقام مسابقة في الرياض خاصة قصر. اليوم الحمد لله نحتفل جميعا بإقامة هذه المناسبة في الدورة الأولى اللي طبعا مركز الملك فهد الثقافي الله يعطيهم العافية جهود كبيرة جدا بذلوا كل ما يقدمون لنجاح هذه الدورة اللي تم الإعلان عنها منذ أكثر من 3 شهور، وبالتالي كان هناك منصة من خلال موقع الإنترنت لتقديم الأفلام. قدمت عدد كبير من الأفلام، تم فرز المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية من خلال أعضاء لجنة التحكيم 3 أسماء، الدكتور نايف فايز والأستاذ رجا ساير والمهندس محمد علي، وتم فرز الأسماء. كانت متنوعة في الطرح الأسماء بالنسبة للمسابقة والأفلام الروائية أو حتى في الأفلام الوثائقية. فالحمد لله يعني كان في إقبال كبير من الشباب، وكان هذا اللي يهمنا، وكان هذه ما يعني توجهات المسابقة حقيقة، أنه نفتح مجال ونصل للشباب أن يقدمون أفلامهم في داخل المملكة العربية السعودية ويشاركون فيها في مهرجانات. نعم، ما هي أسماء أبرز الأفلام التي شاركت هذا العام في المسابقة، وما هو المحتوى أو نوعية الأفلام الطاغية خلينا نقول في المسابقة؟ طبعا ما في شك احنا دائما نطمح ونأمل كثير، يعني هذه الدورة أكيد طلعنا فيها بمخرجات. الفكرة في إقامة الدورة الأولى وانتهى الموضوع، سؤال ماذا بعد؟ أنا يجب أن يكون هناك من إقامة أي نشاط أو إقامة أي برنامج يكون هناك في تفعيل لهذا الدور من خلال ما هو المنتج أو ما هي المخرجات الخاصة لهذا الموضوع، ما الذي تم من خلال وضع أسماء الشباب، هل تم توقيع اتفاقيات مع مؤسسات ثقافية، مؤسسات إنتاجية تقدمهم بشكل جيد، هل هناك في دورات تعقد لصقل هذه المواهب في ظل عدم وجود أكاديميات متخصصة في قضية التمثيل، في قضية الإخراج، وهذا حقيقة ضروري جدا نحرص عليه. الأسماء ما شاء الله رغم كل هذه الظروف اللي قاعد أتكلم عنها، إلا أن هناك كان في تميز رائع، خصوصا بعض الأسماء يعني في الخارج وقدموا أيضا يعني بحكم حبهم لهذا المجال شاركوا مشاركات، يعني رفعوا اسم بلدهم، رفعوا اسم أنفسهم أيضا من خلال تفاعلات رائعة جدا بمشاركات في مهرجانات دولية متنوعة. ما شاء الله كان هناك أفلام يعني طرحت في الجانب الاجتماعي، أفلام طرحت في جانب الخيال، يعني أفلام طرحت جانب فكرة الإبداع. الفكرة احنا كان نحرص كثير على قضية عدم طرح الأفكار بطبيعة كلاسيكية تقليدية. طيب يعني بعض الأفلام عانت من مشكلة في قضية الإنتاج، أتكلم عن موضوع الدعم، لأنه أيضا يعني وفق الإمكانيات المتاحة يقدم كان بالإمكان يمكن أفضل مكان من بعض الأفلام. من بعض الأفلام ما شاء الله نقدر نقول تعرض في أي مكان لأنها فعلا ما شاء الله يعني فيها مقومات رائعة وناجحة. أهم الأفلام كانت مشاركة معنا وحصل المركز الأول لو فيلم الآخر للمخرج توفيق الزايدي، وشارك فيه حقيقة الممثلين القادرين الممثل محمد القس والممثل مشعل مطيري. هذه جائزة الأفلام الروائية. بالنسبة لجائزة الأفلام الوثائقية رحلة استكشاف، وهي عن شخصية كبيرة جدا، شخصية قدمت شيء كبير للعالم ككل، اللي هو صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان في فيلم رحلة استكشاف. نعم، يعني إلى أي مدى يمكن لهذه المسابقات أن تنهض بقطاع السينما في السعودية وأيضا في الوطن العربي؟ شفنا انه ما شاء الله تبارك الله انه في تميز، يعني حتى عندنا في الاخراج جائزه حصل عليها الاستاذ عبد العزيز السلاحي، اذا شفنا جائزه في سيناريو حصلت عليها الاستاذه هند الفهاد في فيلم بسطه، شفنا ما شاء الله فيلم خاص عن جهود الامن حصل على جوائز كلها من طاقات شبابيه. فانا اعتقد المدى ايجابي ومدى يبشر بخير، انه جائزه تمثيل ممثل نوح الجمعان عن فيلم ماطور. فبالتالي هذه كل الجمعيات الأطفال معوقين أيضا، يعني القطاع الخيري يشارك في طرح الأفلام أيضا الوثائقية ويتميز. إذا أعتقد أنه شبابنا في أيدي أمينة من خلال أنه تطور الدورات. أكيد أنه نقع في أخطاء وفي سلبيات، وهذا طبيعي جدا نستفيد منها. مركز الملك فهد الثقافي من خلال احتضانه لهذه الدورة إدارة النشاطات الثقافية تحرص كل حرص على قضية الاستفادة من هذه الأخطاء وتطوير
نواصل دعم الشباب. انا اعتقد انه اليوم بنحتفل كثير في انه عندنا مواهب، واليوم الكلام يجب ان ينتهي ونبدا بالفعل، وهذا ما يعني حققناه في الدوره الاولى. احنا قبل كنا بنقول نحرص على الشباب، انه لا، الان قدمنا لهم في صرح ثقافي مثل مركز الملك فهد الثقافي، قدمنا لهم ما شاء الله تبارك الله عطاء مميز، وشفنا افلام تعرض وحق من حقوقهم في مسابقه الافلام القصيره. اذا الوضع ان شاء الله يبشر بخير في وجود دعم الحمد لله رسمي لهذول الشباب واحتضانهم في الافلام. انا اشكرك استاذ خالد الباز مدير مسابقه الافلام القصيره، كنت معنا من الرياض. رغم فائدتها الكبيرة للتواصل والمعرفة، إلا أن الإدمان على استخدام وسائل التقنية الحديثة أصبح لدى البعض مشكلة تؤثر على حياته الاجتماعية وانخراطه في المجتمع وتواصله المباشر مع الآخرين. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي لها أثر سلبي أكثر ما هو إيجابي، لأنه المجتمع الآن ما صار فيه تكاتف أسري، ما صرنا نجلس مع بعض، حتى لما أبى أعيد على أحد خلاص أو أبى أهنيه بشيء أكتفي بالواتساب أو وخلاص ما يحتاج إن أنا أزوره. والله حقيقة شوف، من يومين كنت فعلا بتصفح الفيسبوك وقرأت خبر مرة رائع إنه أحفاد وعائلات بيروحوا بيزوروا جدتهم، فأول ما يوصلوا بتفتح لهم الباب حاطة صندوق خاص بيحفظوا فيه جوالاتهم قبل ما يدخلوا. فصراحة مرة يعني حلو إنك تستغني شوي عن الجهاز وتلم العائلة مع بعضها. إلا إنه وسائل التواصل أحيانا أنا بضطر مثلا أكون مع العائلة، يجيني إيميل أضطر إني أرد عليه. حلو التواصل، بس نحن صار عنا إدمان بالفعل، انه يعني اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ماخذه كل وقت الشباب والشابات، يعني سرقه اللمه الحلوه وسرقه الاجتماع الحلو، ويعني صار بصراحه كل الاجتماعات صارت على الجوال يعني، وعلى الواتساب وعلى الانستغرام وعلى السناب شات. صحيح هي ظاهره تقريبا مسببه للادمان، هي كل التكنولوجيا مربوطه فيها، الوسيله الاسرع عشان يتصل فيها مع الناس. صحيح ليها سلبيات بانه حتى اوقاتنا مع بعض ما بنقضيها احيانا، بس اكيد ليها ايجابيات حلوه، اكيد ليها ايجابيات حلوه، واتمنى ان الاستخدام فيها يكون ايجابي اكثر من انه سلبي. مواقع التواصل الاجتماعي يعني صح انها سرقت البهجه مننا، انا من نفسي يعني انا بقعد 8 ساعات الى 9 ساعات وانا ماسك الجوال. الظاهرة هذه انتشرت عندنا في البلد، ومو بس في البلد، في كل العالم، انه الناس بتقعد على جوالها وخلاص ما عاد صار في طعم للجلسة اللي احنا بنكون فيها مع بعضنا. يعني لما بنكون جالسين مع بعض تلاقي فلان قاعد على جواله، فلان قاعد على جواله، فلان قاعد على جواله، خلاص ما حد صار فيه يعني، حتى ممكن تلاقي 2 4 جالسين في نفس الجلسة وجالسين يتكلموا مع بعض بالجوال وهم جنب بعض جالسين. حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي هي يعني حاجة مفروضة علينا في الزمن اللي احنا فيه، ويعني العصر يتطلب تواجدها بشكل أو بآخر، رغم أنها يعني نافست في وسائل الإعلام المعاصر وأثبتت نفسها، فإحنا بالتالي لازم يعني نتواكب معها كمجتمعات ونمشي معها ونشوف إيش اللي ممكن نستفيد منه في حياتنا ونستعمله. لكن ما يعني كل حاجة ممكن تستعمل من الناس في بالشيء الجيد وبالشيء السيء. هي مشكلة مرة كبيرة، مشكلة التواصل الاجتماعي هو شيء جديد وشيء جميل في نفس الوقت. بالفعل الآونة الأخيرة صار هوس غير طبيعي من ناحية التواصل الاجتماعي، بصراحة أصبح الكبير والصغير يعني حتى وهم في البيت وهم في السيارة وهم في أي محل طالعين، ما عاد في لما وبهجة زي زمان. صرنا لما نجلس مع بعض كل واحد يطلع جوال ويسوي سناب، كل واحد يسوي مقطع انستغرام. بصراحة افتقدنا الأيام القديمة، الأيام الحلوة لما كنا نلتم ونجتمع مع بعض ونقعد. وصلنا وإياكم مشاهدينا لفقرة تويتر، والتي نستعرض فيها أبرز التغريدات التي تفاعلت مع وسم يكفي إسراف. رصد برنامج الوطن اليوم تفاعل المغردين مع الوسم في عدة تغريدات. كتب محمد المقبل: لو نعيش يوم واحد فقط مما ذكر لنا أجدادنا عن بحثهم للقمة العيش، ما تركنا رغيف خبز يرمى والمسرفين والمبذرين كثر. وعلق ناجي الدوسري: أي والله يكفي إسراف، طبقوا السنة على الأقل بالأكل، أقوم من النعمة ما شبعت ولا أقوم ويبقى كثر اللي أكلت. وقال مساعد بن سعيد: الدقيق مادة أساسية لغذاء الإنسان، توفرها فضل من الله، يجب شكره بالحفاظ عليها وعدم الإسراف.
وعلق أحمد الناصر: اطلبوا قدر حاجتكم للأكل، ولا مانع من تقليل مقدار الوجبة الواحدة وبنفس القيمة. شكرا لطيب المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.